السلام عليكم. السلام. انا اسمي احمد حسين، استاذ جراحه وجراحه اورام جامعه عين شمس. اولا اهلا بيكم، هتكلم معاكم على تجربتي في السفر الخارجي. الحقيقه قبل ما ابدا اتكلم على موضوع الخليج بالذات، هتكلم على موضوع السفر عموما. يعني فعلا اي انسان في حياته لازم في مرحله يبتدي يغير فيها المكان او البيئه اللي هو موجود فيها ويروح مكان تاني. ليه؟ هي دي سنه الله في الكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون كان في جزء من حياه اي نبي من الانبياء، يعني انتهاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الهجرة. يعني ربنا لما كتب الهجرة على الأنبياء كان ليها أهداف كتير أوي الحقيقة. فتغيير المكان والسفر ليه فوائد كتير جدا. عموما يعني هنقول مثلا من مصر للخليج لأوروبا، من مصر لأوروبا للخليج، من مصر للخليج والعودة لمصر مرة أخرى، من مصر لأوروبا والعودة، أو من مصر للخليج أو لأوروبا على اللونج ران، كل ده مفيد. إن شاء الله حتى 6 شهور. بلاش 3 شهور. ليه؟ لأن الإنسان في موضوع السفر الاستفادة كبيرة جدا الحقيقة. يعني الواحد بيبقى عامل زي إنه بيبقى شايف قدام منه مثلا مدى في طريق، مثلا شايف لمدة يعني مثلا 20 متر. لا، لما بتسافر بتلاقي نفسك ابتديت بتشوف الآفاق بغض النظر عن الفايدة المادية. طبعا دي مش لازم نتجاهلها، يعني موضوع ان احنا لو